اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، احمد ثابت وكريم سعيد. زكي ابو حميد، الحمد لله. اخبارك ايه؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك علينا كلنا، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس الاداره. كريم سعيد، الف مبروك. الف مليون مبروك كابتن اسلام، والف مليون مبروك لمنظومه النادي الاهلي كلها، مجلس اداره وجماهير ولاعيبه وجهاز فني. وما زلت لغايه اليوم اتذكر تلك الحلقه اللي عملناها بعد ماتش سان داونز. بصراحه حد يعني انا مش متخيل والله بجد ان احنا النهارده قاعدين وكل الظروف اللي حصلت في البطوله دي. البطوله دي مش عايز اقول ان هي صعبه او سهله، بس عايز اقول انها غريبه. يعني دي واحده اعتقد من اغرب البطولات اللي النادي الاهلي فاز بيها، وبتدي وفيها دروس كتيره قوي، فيها دروس كتيره جدا بصراحه. يعني دروس في الصبر، دروس في لما تثق في مجلس اداره تثق فيه للاخر، دروس انك تعرف ان الرياضه يعني السعي نحو اللقب مش بلاي ستيشن، مش ضغط زرار، انك كمان تثق في انك اللعيبه اللي معاك ان اختيارهم جيد، انك تديهم الثقه ده بيخليهم ممكن الدنيا يحصل فيها شيفتنج وانت مش واخد بالك، وتثق كمان في ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيأزم الدنيا تقعد تتأزم ممكن يفرجها لك في لحظه طبعا. في لحظه لو انت عندك ايمان وعندك ثقه من بنفسك الاول. طبعا. ونقطه مهمه كده اسلام، ان الناس تعرف ان الرياضيين واللعيبه الهرمونات بتاعتهم بتحتاج دعم على فكره طبعا. يعني في الجزء من الشغل ما تتعاملش معاهم ان هم ناس، انا اسف يعني، تماثيل. هل هو ايه هيكسب لا الدنيا متغيره. فانا اعتقد البطوله دي بصراحه فيها دروس كتيره اكيد ممكن نتكلم عليها ونتعلم منها، لكن اكيد الفرحه فرحه مختلفه. وبصراحه انا ببارك الكابتن محمود الخطيب، بصراحه تحمل ما فوق طاقه البشر. صحيح. الله العظيم ما فوق طاقه البشر. وانا اشك ان احنا بصراحه يعني حضرتك عارف على السوشيال ميديا بجد والله اسهل حاجه على السوشيال ميديا اسهل حاجه النقد. صح. اسهل حاجه كلنا بنكتب على كيبورد وقاعدين في تكييف والموبايل في ايدنا، اسهل حاجه انك تنقد. بس اوكي النقد مقبول وفي مساحه، بس اسوأ حاجه ممكن تصل ليها هي عدم الثقه. دي بتبقى وحشه. عدم الثقه لان حد منك بس خلي بالك الحمد لله ان احنا ربنا كرمنا بجمهور واعي. نعم. جمهور النادي الاهلي حتى طبعا. هو بينتقد، هو عارف هو بينتقد ازاي. ممكن يعني بعد مباراه سان داونز انتقدك يوم والتاني. الحمد لله كان البرنامج وقناه النادي الاهلي بشكل عام كان ليها دور الحقيقه في تغيير الفكر عند جمهور النادي الاهلي. ويمكن انا جبت لقطات في اول الحلقه فيما يخص هذا الامر، انه يا جماعه الفارق كبير ما بين اي حد وما بين النادي الاهلي او ما بين اي نادي والنادي الاهلي. ان النادي الاهلي عندما يقع تلاقي جمهوره ينتقد جدا جدا جدا، ولكن في نفس الوقت هو بيشيلك وبيقومك وبيقول لك لا انا معاك وفي ظهرك والسفينه مش هتقف في وسط البحر، هتكمل للنهايه وهتكسب البطوله. ولولا هذه المسانده والدعم من جمهور النادي الاهلي ما كناش احنا قاعدين فرحانين ولابسين التيشيرتات وعمالين نتنطط ونعمل.